هذا يسأل حفظكم الله عن صحة أو درجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث صحيح متفق عليه، وهو في الكبر، يعني فيه أناس يتكبرون في مشيتهم بالتبختر، فيه ناس يتكبرون في ثيابهم، فيه ناس يتكبرون بعقلهم يلفونها، وفي ناس يتكبرون بشنباتهم، في ناس. فمن فعل في هذه الأفعال كلها وداعيه هو الكبر، فهو ينطبق عليه هذا الحديث: جر ثوبه خيلاء. لأن المشروع في الثياب أن تكون إلى الكعب أو أقل من الكعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فهو في النار. ولهذا يا إخواني لا يجوز للإنسان أن يسبل، فإن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل الذي يرجر إزارة. أما النساء فإن المرأة تجر ثوبها، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن أن يرخين شبرا، لكن الآن انعكست يا شيخ، أمتار، صارت المرأة تحط نصف الساق وتفتح فتحة علشان يشوفون سيجانها، صحيح؟ والرجال صار يخطق الثوب وهو بشتوره يكنس لر. ونحن نعرف الحديث الذي فيه خريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا نعم الرجل لولا طول أمته وإسبار إزارة. فماذا عمل؟ قصر لمته وقصر إزارة. وعمر رضي الله عنه يقول للمسبل: ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أنقى لثوبك. فيا إخواني، ترى هذه الإسبال عدها مشايخنا الكرام من كبائر الذنوب، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يجعل في الجنة في كتاب الكبائر والذهبي وغيرهم وغيرهم، لأن الأحاديث فيها صحيحة، فينبغي الانتباه لها وألا نجعلها وسيلة للكبر. نعم.